لا تزال ملفات عديدة في أروقة السياسة متوقفة، خاصة بعد قرار التيار الصدري بإيقاف كافة المفاوضات من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة وأيضا اختيار رئيس للوزراء، ويتبع ذلك التوافق السياسي الذي يرنو إليه الإطار التنسيقي من أجل حسم ملفات عديدة من أبرزها المشاركة لدولة القانون في العملية السياسية المقبلة وكذلك في الحكومة المقبلة. وهذا ما يرفضه جملة وتفصيلا السيد مقتدى الصدر الذي يتزعم 73 مقعدا داخل البرلمان. هذه المفاوضات التي أعلن عنها الصدر في وقت سابق توقفت بسبب أو بآخر، قيل بأنه ربما جاء لتهدئة الأمور، وأخرى قيل بأنه تعرض إلى ضغوط عربية وإقليمية وأخرى دولية، وبالتالي أراد الصدر أن يقطع دابر كل هذه الضغوطات بإيقافه كافة الحوارات والمفاوضات مع الإطار التنسيقي من أجل الخروج بمنظر واحد أمام الرأي العام. وهنا ربما أن نتحدث أن الإطار التنسيقي يرى من وجهة نظره بأنه لابد أن يتحرك بشكل أو بآخر، وأنه يضغط بمفاوضات قد تكون مهمة بالنسبة له ليتسابق مع الزمن وينهي هذا الخلاف ويعود إلى مكانه في السابق. وهذا ما بات بعيدا بحسب المعطيات لدى الكثير من المحللين السياسيين الذين قالوا بأن الصدر لا يزال مصرا ومتمسكا بحكومة الأغلبية التي لا يريد أن يحيص عنها، وبالتالي فإن إصراره هنا يعني بأنه لا يوجد أي أمل بالتوافق بل الذهاب إلى الأغلبية.